بال40. أتحدث كثيرا مع الرئيس عن اللاعبين كانوا على القائمة والآن تم دعوتهم ولكن اختاروا قاموا بخيار ونحترم خيارهم وبالنسبة لي انتهى الأمر ولا أجيب عن أي سؤال بهذا الموضوع سوف نركز على مجموعة لدينا خصال ومواصفات وسوف نقوم بكل شيء هم متحفزون مترتبون وهناك جو جيد داخل المجموعة لا تتخيلون هؤلاء الأشخاص الذين يلعبون منذ سنوات هنا لم يعيشوا هذا النوع من الجو الإيجابي هذا ما تم أحدث لدينا مزيدا من العزيمة والتصميم هذا الفريق هو شاب ويبلي بلاء حسن ويتقدم ويحرز تقدم وبالنسبة لهذا الجيل هذا وبالنسبة لهذا الفريق هذه مباراة محورية ومفصلية في مسارهم انتقلنا من كأس إفريقيا إلى كأس العالم وبالنسبة لبعض الأشياء علينا أن ننتظر وأن نتحلى بالصبر أنا متوتب ولكن عقدت العزم مع هذا الفريق أن نبلي بلاء حسنا وبالنسبة لمباراة السد علينا أن نساند هؤلاء اللاعبين وبالتأكيد سوف يحالفهم الحد